ومبدأ الثواب والعقاب من الأساليب التربوية الفعالة التي تلعب دورا كبيرا في تشكيل سلوكيات الأطفال وتوجيههم نحو الأفضل. يرتبط هذا المبدأ مشاهدينا بنزعة فطرية لدى الإنسان، حيث يسعى الطفل للحصول على المكافأة عندما يؤدي سلوكا إيجابيا ويخشى العقاب عند ارتكابه لآخر سلبي. يمكن للوالدين من خلال استخدام هذا الأسلوب تعزيز القيم والسلوكيات الصحيحة لدى أبنائهم وتحسين أدائهم الاجتماعي والنفسي، ولكن مشاهدينا كيف يمكن استخدامه بفعالية؟ وما هي الحدود التي يجب عليهم عدم تجاوزها عند استخدام هذا العقاب؟ وهل الثواب وحده كاف في بعض الأحيان؟ هذه بعض من الأسئلة التي نطرحها في نقاشنا التالي مع المدربة والمرشدة الأسرية أستاذة سباء الصبري معنا في ديوان بلقيس. حياك الله أستاذة سباء، وأهلا وسهلا فيك معنا في ديوان بلقيس. أهلا وسهلا فيك. حياك الله أستاذة سباء. بداية، يعني معروف أن المبدأ الثواب والعقاب هو يعني حاجة إنسانية لا يمكن التخلي عنها، لكن هنا كيف يمكن يعني الواحد يقوم بمعاقبة أطفاله، وأيضا كيف يقوم بمكافأتهم؟ ما هي فلسفة الثواب والعقاب مع الأطفال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الثواب والعقاب مبدأ مهم، مبادئ التربية الحديثة. طبعا البعض يعتقد أن استخدام الثواب فقط هو الذي ينفع في تربية الأطفال ونبتعد عن العقاب، وهذا شيء خاطئ. الثواب والعقاب مهم في تهذيب سلوك الطفل، ولكن الطريقة هي التي تجعل هذا المبدأ، سواء الثواب أو العقاب، ينفذ بطريقة صحيحة والأثر يكون أفضل. طبعا أول شيء لابد أن يكون الثواب والعقاب مناسب للسلوك وللفعل، يعني لا يكون السلوك مثلا يحتاج إلى مكافأة بسيطة أو عقاب بسيط وأضخمه إما بمكافأة بسيطة أو عقاب بسيط. لابد أن يكون أيضا الثواب لا يكون في شيء، أو المكافأة لا شيء في شيء واجب من واجبات الطفل، مثل أن يستيقظ مبكرا، أن يعمل واجباته، فهذا خطأ. أيضا لابد أن يكون العقاب غير مبرح، يعني البعض ممكن يتعامل مع العقاب بطريقة مبالغ فيها يسبب أذى جسدي، وهذا خطأ. ولا يكون بنفس الوقت العقاب فيه نوع من الإهانة للطفل، يعني أن ممكن أطلب منه أشياء فيها إهانة، ممكن أن يمشي بطريقة السجود بطريقة خاطئة من باب الإذلال، فهذا خطأ. أيضا المفترض أنه حينما أعطي الطفل عقاب أفهم الطفل لماذا أنت معاقب حتى يكون الأثر أفضل، يعني أعاقب الطفل لا يعرف ما هو سبب العقاب، فهذا خطأ. أفهمه أن هذا العقاب بسبب سلوك معين، وبنفس الوقت لما أعاقب الطفل لا تكون إن أميز ما بين الطفل نفسه ذاته وبين سلوكه، لا أقول له أنت سيء، لا، أنا فقط بسبب سلوك معين فإنني سأعاقبك على هذا الشيء، فهنا أنا أميز بين ذات الطفل وبين سلوكه. حينما أعاقب الطفل المفترض أن أكون هادئ في هدوء بدون صراخ، يعني حينما أعاقب الطفل وأنا أصيح هذا خطأ، ولا يعطي أي نتيجة، بالعكس يخلي الطفل يخاف مني وحتى ينكف عن خوف وليس عن اقتناع. طيب هذه الأشياء لو رعيت سواء في مبدأ الثواب أو مبدأ طب أستاذة سباء، يعني هذا الأسلوب التربوي له شقين زي ما قلتي بشكل عام، الثواب والعقاب، لكن لو نتكلم على واحد مثلا مبدأ الثواب، كيف ممكن أنه يكون له تأثير سلبي، وخاصة إذا اعتمدوا الوالدين بشكل مستمر؟ أكيد له تأثير سلبي، لأنه سيجعل من الطفل شخصية انتهازية عنيدة، أيضا سيجعل من الطفل شخصية لا تتحمل المسؤولية، لأنه متعود أن يحصل على الشيء سواء كان الشيء يحتاج إلى مكافأة أو لا يحتاج. أيضا لا يكون ناضج عاطفيا، دائما يريد المزيد فالمزيد. فالجانب الثواب مهم، ولكن باستخدامه بالطريقة الصحيحة. نعم، فيما يتعلق أيضا بالعقاب، ماذا عن من يعني ينتهج من الآباء مبدأ العقاب بشكل دائم؟ ما الذي
يعني ينعكس على الطفل بسبب هذا المبدأ أو مبالغ، يعني للأسف أحيانا يكون العقاب مبالغ على الطفل. أيوه. فما هي الأضرار؟ طبعا العقاب المبالغ فيه جدا سيء على نفسية الطفل، لأنه ستجعل منه طفل ضعيف الثقة بنفسه، ضعيف لا يؤمن بقدراته، أيضا سيجعل منه إنسان منعزل في المستقبل، انطوائي، أيضا سيجعله يكذب دائما خوفا من العقاب. الكذب من الأسباب الرئيسية له هو الخوف، فدائما حينما يعاقب ويبالغ في العقاب، بالتالي الطفل بيلجأ إلى الكذب حتى ينفذ من العقاب. يعني ستتشكل عنده يا حالة خوف أو حالة عناد وتمرد. أيوة، وإنعزال أيضا وإنطواء. طيب أستاذة سبا، ماذا عن الجمع ما بين الاثنين؟ يعني ما رأيك بهذا الأسلوب؟ البعض من المربين يلجأ إلى هذا الأسلوب، والأسلوب هذا خاطئ. لماذا؟ يعني مثلا يبدأ يعاقب الطفل على سلوك معين خطأ، الطفل يبدأ في يبكي لمدة ممكن ساعة ساعتين ثلاث، فأحيانا من المربين خلاص يميل من بكاء الطفل، يقول إذا امتنعت عن البكاء بالتالي أنا سأكافئك، أنا عملت الآن مكافأة أو عقاب لنفس السلوك بنفس الوقت، ولكن بهذه الحالة أنا تراجعت عن قرار عقابي وهذا غلط. سيجعل من الطفل دائما أنه يستفز المربي بالبكاء أو بأي ردة فعل حتى المربي يستجيب لما يريد. نعم، لكن أستاذة سبا أيضا يعني أنت أشرت إلى البكاء، ربما البكاء هو يأتي في حالة عمرية معينة للطفل، لكن ماذا عن باقي المراحل العمرية لأولادنا؟ كيف يتم استخدام مبدأ الثواب والعقاب معهم؟ هو طبعا قبل الخمس السنوات يكون التشجيع أكثر من العقاب، لأنه هذا سن أنا أبني شخصية الطفل وأعلمه، خبرته في الحياة قليلة، فكل ما كبر الطفل كل ما كان العقاب ممكن أن أنا أكثر من العقاب، لكن قبل الخمس السنوات نسبته قليلة جدا. لماذا؟ لأن الطفل كما قلت خبرته قليلة، فعلى المربيين حينما يتعامل مع مبدأ الثواب والعقاب أولا يركز على الجوانب الإيجابية في شخصية الطفل، بالتالي الطفل سيرى أنه مقبول من والديه من مجتمعه، فسيكون نسبة الأخطاء قليلة. لماذا؟ لأن أنا كمربي لا أركز على نقاط السلبية السيئة، إنما أنا مركز مع ابني أو ابنتي على النقاط الجوانب الإيجابية، فحينما أركز بهذه الطريقة الطفل سيكون عنده مساحة إنه مش لديه تشجيع بنسبة كبيرة، فبالتالي سيقل عنده مسألة الأخطاء، وبالتالي سيكون هذا الشيء مشجع له إنه يستمر على السلوك الجيد. طيب أستاذة سبا، ذكرتي في البداية إنه لازم نشرح للطفل ولازم نكلمه ونتواصل معه، للأسف بعض الآباء والأمهات أخذين هذا الأسلوب من دون ما يشرحوا لأبنائهم ويكون بينهم حوار، بحجة أنه هذول الأطفال إيش فهمهم. طيب بالعكس، الطفل كل ما كانت متواصل معه، كل ما حاورته، كل ما كان في هذا الرابط بين الأبناء والأمهات، كانت نسبة التفاهم كبيرة. فما هو دور التواصل بين الوالدين والطفل في شرح مبدأ الثواب والعقاب، وكيف ممكن أنه يؤثر الحوار في تقبل الأطفال لهذا المبدأ؟ طبعا الحوار الناجح دائما بشكل عام في التربية مفعوله سحري. يعني أنا كطفل غلطت غلط معين، أنا جيت كمربي فهمته ما هو الغلط. طبعا في البداية في تدرج، في البداية خصوصا كان كل ما كان سن الطفل صغير كل ما كان التوضيح أكثر، فربما لو عاقبه من أول مرة، خصوصا لو كان أنا كنت متأكد أنه عمله بدون ما يفهم أنه هذا خطأ، فبالبداية أبدأ أعلم الطفل أنه هذا خطأ وأعطيه فرصة ثانية. طب في المرة الثانية كرر نفس الخطأ، أبدأ أشرح له أنا أعطيت فرصة في المرة الأولى وفهمتك أن الموضوع كذا وكذا وكذا. طبعا في شيء حلو بالنسبة للأطفال، أنه حينما أعاقبه أعطي خيارات للطفل من العقابات، اختار أنت أحد هذه العقابات.
حينما أعطي الطفل مساحة يعبر عن أنه كيف يعاقب، بالتالي هو هذا الطفل يشعر أنه فيه نسبة من الحرية، وأنه أنا كمربي أنا فقط أهذبك وأعلم الطفل أثناء حواري أنت بالنسبة لي الطفل الذي أحبه وأتمنى أن يكون أفضل واحد في العالم أو أفضل طفل في العالم، فبالتالي أنا لما أعاقبك لا أعاقبك لأنك سيء، أعاقبك لأنك عملت كذا وكذا، وأنت هذا مثلا هذا إذا كان في ضرر على نفسه ستضرر من أفهمه الضرر في هذا السلوك كذا كذا، الضرر على الآخرين كذا كذا، وأبدأ أناقشه مثلا إذا مثلا حصل شجار بينه وبين أخوان أخو وقام مثلا ضرب أخوه، بالتالي أنا أناقشه هل أنت تقبل أحد يضربك؟ هل أنت تقبل أحد يأخذ أشياءك؟ هل أنت تقبل أحد يكسر أشياءك؟ فلما أفهمه الغلط وأعمل له العقاب نسبة القناعة بتكون أكبر، فبيحاول في المرات القادمة أنه يقلل من نسبة هذه العقاب، بالذات لو كان العقاب في حرمان من شيء معين، يعني مثلا هو قام بتكسير لعبته أو لعبة غيره، يكون العقاب بالعاقبة، أنت كسرت مصروفك لا إلى أن يصل إلى المبلغ حق الشيء الذي كسرته ونشتري بداله، هنا يبدأ يشعر أنه محاسب على الشيء الذي يكسره، محاسب على الشيء الذي يعمله، قمت بتوسخ مكان معين عقابك إن أنت تنظفه. نعم. فما بيكونش الموضوع يعني بالنسبة للطفل بيشعر أن المسألة عنادية أو المسألة انتقام، طبعا طريقة العقاب هل اللي بتحدد، يعني إذا المربي في صياح وفي كمية من الصياح المبالغ فيه بيشعر الطفل كأنه الأب أو الأم ينتقم منه وأنه يقسو عليه، ممكن يعتبر هذا الشيء قسوة خصوصا إذا لم يكن هناك حوار، يعني سيعتبر أنه الأب والأم متسلطين. وضحت. نعم.